يعني ثم تكلم، يعني حقيقة يقول أنه ما عندهم شيء يعني. أحسنت. ثم يقول شيخنا، يقول: إذن أعزائي، قرينة السياق، ولذا نحن نكون في علمك كل الآيات. شوف يقول كمال حديد: كل الآيات هكذا، لا أبقي ولا أذر، كل الآيات التي استدل بها على مسألة الإمامة والولاية كلها محفوفة بسياقات لا توافق عليها. وهذا الذي يقوله هو كلام الطبرسي قبل قليل، وهو كلام المرتضى في الشافعي، هذا كلامهم جميعا، وكلام عبد الحسين شرعي، وعبد الحسين نفسه نفسه في كتابه الميثاق، كلهم ينصون لا توجد آية صريحة. أين المحكمات؟